السلام عليكم شباب، صباح الخير. أول يوم راح نعطيكم إن شاء الله طريقة تعملوا بيها البريكفاست اللي هي الفطور. الطريقة سهلة، عندك بيض، عندك بصل، عندك ثوم، عندك معجون طماطم، عندك تونة، عندك فلفل أخضر، عندك زيت زيتون. وجبة عبارة عن وجبة غنية بالبروتين، صحية 100%، عندك فيها الكارب أيضا، هذا خصوصا للأشخاص اللي حابين البولكينج اللي هي الضخامة. دائما تعمل هذا الفطور تقريبا يومين، 3 أيام أو يومين أو يومين بالأسبوع، وإن شاء الله راح تشوف النتيجة. وجبة سهلة جدا، سهلة التحضير وغنية غنية كثيرة بالبروتين. ويلا إن شاء الله تستمتعوا. ما تنساوا تعملوا شير للأصدقاء اللي حابين يستفادوا من هذه الأمور، نفس الشيء أيضا تدعموا أخوكم. إن شاء الله تكبر القناة ونجيبوا لكم محتوى يكون مفيد وزين إن شاء الله للشباب. يلا ما تنساوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستمتعوا بالغذاء الصحي، لأن أهم شيء إذا الزمن حد يكون غذاء صحي وسهل طهي. ويلا نتعلموا كاملين بليده، واللي نعرف كان راح نعمل شير معك، واللي ما نعرف ايضا نتعلم منكم. يلا شباب استمتعوا. سو شباب، الآن الطبق almost done، تقريبا خلص. وهذه الخطوة الثانية فقط للأشخاص، يعني إذا كنت تريد تحط نفسك التشيز حلو، وإذا كنت ما تحبه عادي أيضا ممكن تأكلها هكذا بدون أي شيء، ولكن أنا أفضل الجبن، هذا يعطيها مذاق صراحة حلو. كنت أفضل أحط عليه الموزاريلا، جبنة الموزاريلا، لكن ما حصلت عليها في البلد اللي كنت فيه، واشتريت هذه الجبنة والحمد لله صارت حلوة كثير والله. لو تجربوه حلو 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 كثير. يلا تابعوا حتى النهاية.